من مدينة الناصرة ينضم لي مراسل اي 24 نيوز وسام كبها. مرحبا بك معنا وسام. إذا هل تستمر الحواجز الشرطية على مداخل المدينة وما هي تعقيبات سكان المدينة على هذا الإغلاق؟ نعم أدهم، نحن متواجدون في مدينة الناصرة. هذه المدينة تعتبر أكبر مدينة في المجتمع العربي والتي تعرضت لإغلاق تام بسبب دخولها حيز منطقة المدن الحمراء بسبب انتشار فيروس الكورونا فيها. أريد أن أذكر فقط أن ليست هي المدينة الوحيدة التي دخلت حيز الإغلاق التام، هناك أيضا عدة بلدات منها عرابة الجليلية وعسفية في الشمال. أريد أن أذكر فقط أيضا أدهم، هناك أربع بلدات دخلت الآن حيز المناطق الحمراء. الحديث هنا يدور عن مجد كروم، كفر كنا، ينوح جت، وحورة في النقب، التي تنتظر الكابينيت المصغر للكورونا بالبت فيها إذا كان سيتم فرض إغلاق عليها أو سيتريث معها قليلا. الناصرة هنا يدور الحديث عن إغلاق تام لهذه المدينة. كما نشاهد من خلفي هناك كما تشاهد حواجز شرطية في كل مكان. هناك أيضا تم إغلاق المدخل الشمالي والجنوبي للمدينة، يمنع الدخول والخروج فقط للضرورة القصوى، سواء كان المشاركة في جنازة من القريب الأول أو لضرورة الصحية أو للضرورة القضائية. أغلبية المحلات التجارية هنا مغلقة، الحديث فقط هنا عن المطاعم التي تقوم بإرسال الطعام إلى البيوت، لكن عدا عن ذلك محلات الملابس، أي محلات هنا الجميع هنا وسام. هناك انتقادات بالطبع لقرار الإغلاق، ولكن ما هو السبب الرئيس في انتشار الفيروس في داخل المجتمع العربي وتحديدا في هذه المدن؟ نعم، اولا الناصره هي نسبه دعنا نقول الحالات النشطه في اخر 7 ايام في اسرائيل، الحالات الحديثه هي الناصره، هي تعتبر المدينه الثانيه خلف القدس. هناك ايضا يدور الحديث ان نسبه الحالات الفحوصات الكورونا هي الايجابيه هي بشكل عالي في الناصره. ايضا نسبه عدد المصابين في الفيروس نسبه لعدد السكان في الناصره هو عدد كبير جدا بتوسع بزياده مستمر. اريد ان اذكر ان في المجتمع العربي هناك 45% من الحالات الحديثة، الحديث هنا يدور عن آخر أسبوع، هي من فقط في المجتمع العربي من حالات الكورونا. إذا أيضا نظرنا إلى المجموع العام أدهم في إسرائيل، أي أن 14.9% من عدد من مجموع الأمراض المصابين الكلي في إسرائيل هو للسكان العرب، للأمراض العرب، وهذا إن دل يدل هذا لا يشمل عفوا المدن المختلطة. نحن نتحدث عن أرقام كبيرة جدا أدهم، لكن مما لا شك فيه أن الشرطة هنا تقوم بالإغلاق لفرض ومنع انتشار هذا الفيروس، منع تجمعات، لأنه في الآونة الأخيرة في المجتمع العربي هناك ازدياد كبير بنسبة الانتشار الفيروس. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر مراسل اي 24 نيوز وسام كبا. وبالطبع يعني حدثنا من مدينة الناصرة مخاوف داخل المجتمع العربي بعد ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا ودعوات بالطبع للحد من هذا الانتشار.